بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في مدرستكم إشتار الابتدائية الأهلية. معكم معلمة مادة القراءة للصف الأول الابتدائي منى محمد. أحبتي التلاميذ، درسي اليوم هو إعادة درس سلوى وليلى. سلوى وليلى أخذناه في الدرس السابق، وبعدها إن شاء الله نكمل الدرس بموضوع جديد وحرف جديد. تابعوا معي لقراءة أو إعادة موضوع سلوى وليلى. أحبتي التلاميذ، درس سلوى وليلى درس جميل جدا، لكن قبل أن نبدأ بقراءة الدرس لدينا حكاية. حكايتنا جميلة جدا، دعونا نستمع لهذه الحكاية وبعدها نكمل قراءتنا للدرس. حكايتنا أحبتي تتكلم عن حرف الألف، مثل ما موضح أمامكم هذا هو حرف الألف. في أحد الأيام جاء حرف الألف إلى معلم الصف الأول وقال له: يا أستاذ، أنا حرف الألف حزين جدا. سأله المعلم: لماذا يا حرف الألف أنت حزين؟ قال له: يا أستاذ، جميع أصدقائي من الحروف لديهم أشكال عدة عند الكتابة، مثل ما موضح أمامكم. عندما يكون في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة أو في أول الكلمة لهم أشكال عدة. أنا حرف الألف لي شكل واحد يشبه العصا. ضحك المعلم وقال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن يكون لي شكل آخر. قال المعلم: حسنا يا حرف الألف، درسنا لهذا اليوم سوف نغير من رسمك وشكلك أثناء الكتابة. وفرح حرف الألف جدا لهذه المناسبة، فسأله: يا أستاذ، وكيف يكون شكلي أثناء الكتابة؟ قال له المعلم: هكذا سيكون شكلك أثناء الكتابة. عندما نأخذ درسنا لهذا اليوم سيكون شكلك هكذا أثناء الكتابة. أنت الآن تشبه حرف الياء ولكن بدون نقاط في الأسفل. شكلك يشبه البطة، شكلك يشبه البطة، ولكن تسمى الصوت هو واحد، لكن تسمى الألف المقصورة ويبقى صوتك واحد. مثل عندما تكون شكلك مثل العصا، أو عندما يكون شكلك هكذا مثل البطة هو صوتك واحد. وهنا أيضا ينطق إذن الآن سنأخذ درسنا حتى نتعرف أكثر على الألف المقصورة، درس سلوى وليلى. سلوى وليلى، لاحظوا كيف ينطق حرف الألف المقصورة. سلوى وليلى. سلوى نادت ليلى، سلوى نادت ليلى. نقاط التحدث: تعالي نلعب مع ندى. قال موسى: نقفز وندور، نقفز وندور. الآن أحبتي ننتقل إلى تحليل وتركيب الكلمات، فانتبهوا معي جيدا. سلوى، س س س الأولية نطقتها معها حركة الفتح، س ال و سلوى. تابعوا معي: س س ال سل و
هذا حرفنا الجديد اللي يشبه شكله مثل البطة، لكن هو يشبه الياء بدون نقاط. سلوى. و و هذا حرف الو، أداة ربط مشكل بحركة الفتحة. و ليلى. ليلى تبهو يعني لي لي لا ليلى هذا اسم بنت. ليلى اسم بنت مؤنث اسمها ليلى، وهذا هو حرفنا الجديد. نادت. نادت. نا عندما نريد أن نكتبها نكتب نا د نا د ات ات نادت. نادت. سلوى نادت ليلى، نقاط التحدث. سلوى نادت ليلى. تعالي. تعالي. تعالي نكتبها سوى ت ا تا ا لي. تعالي. نلعب. نلعب نكتبها ن ن مشكلة بالفتح ن الأولية. نل نل ال ا نل ا هذا حرف ال ا الوسطية وأيضا مشكل بالفتح. نل ا بو. نل ابو بو آخرية مشكلة بالضم. نلعبو. نلعبو. مع ما هذا العين الآخرية مثل ما تلاحظوا. مع مع ن دا. ن دا. ن د آ. ن دا. تعالي. تعالي نلعب مع ندى. تعالي نلعب مع ندى. قال. قال موسى. قال موسى. س موسى. نقفز. نقفز. نقفز نكتبها ن ن النون حرف النون ن الأولية مشكل بالفتح. نق نق في نق في ف نق في مشكل بالكسر. نق في زو. نق في زو هذا حرف الزو مشكل بالضم. نق في زو. و ندور. ندور. ن ن دو دو رو رو ندور. نقف. قال موسى نقاط التحدث. نقفز. نقفز و ندور. نقفز وندور. نكمل. إذن أشكال الحرف هكذا. يشبه البطة، شكله يشبه البطة، وأيضا يشبه حرف الياء لكن بدون نقاط، ويرسم هكذا مثل البطة. إذن الآن أحبتي التلاميذ أنتقل إلى درسنا الجديد، هو سلوى وليلى. سلوى وليلى العفو نقرأ موضوعنا هو سلوى وليلى. سلوى وليلى.
سلوى نادت ليلى نقاط التحدث تعالي نلعب مع ندى قال موسى نقفز وندور نقفز وندور إذن الآن أحبتي التلاميذ ننتقل إلى درسنا الجديد هو الفراش بديع الفراش بديع ومن خلال قراءتنا للدرس سنتعرف على حرف جديد الفراش بديع الفراش بديع لماذا الفراش بديع؟ لأنه لديه ألوان عدة ألوانه جميلة وشكله جميل وبديع إذن أحبائي الصف الأول من خلال درسنا الفراش بديع سوف نتعلم حرفا جديدا اسما وصوتا مع الحركات القصيرة وحروف المد بداية نقرأ الدرس ومن خلال قراءتنا للدرس نكتشف الحرف الجديد وفي النهاية سوف نتعلم اسمه وصوته ولكن أريد أن تكتشفون من خلال القراءة الحرف وكما تلاحظون موجود أمامكم باللون الأحمر باللون الأحمر إذن نذهب إلى قراءة الدرس والتركيز على صوت الحرف فأرجو الانتباه جيدا والإنصات إلى صوت الحرف الفراش الفراش بديع الفراش بديع سورة سورة تقول نقاط التحدث سورة تقول الفراش يطير في البستان الفراش يطير في البستان يعيش مع الطيور يعيش مع الطيور للطير ريش للطير ريش للطير عش هذا هو عش الطير للطير ريش الطيور جميعها لديها ريش ولديها عش وهذا بيت عش بيت الطيور يعيش مع الطيور للطير ريش للطير عش الآن أحبتي التلاميذ أنتقل إلى تحليل وتركيب الكلمات فركزوا معي الفراش الفراش الف را شو نكتب هزوة ال ال بعد حرف الف الف را را الفرا شو شو هذا هو حرفنا الجديد شو الفرا شو لكن نطقته مع حركة الضم الفراشو بديعٌ 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 نكتبها سوا بديعٌ أول حرف ب الأولية ب دي دي بديعٌ بعد حرف هو حرف العين الآخرية مشكل بتنوين الضم بديع بديع نكتب الكلمتين الفراش بديع الفراش بديع سورة سو أولية مشكلة بالضم را سورة هذه الألف المقصورة لتشبه حرف البطة وتشبه
العفو، شكل البطة تشبه شكل البطة، وحرف الياء لكن بدون نقاط. سورة، سور أولية، سو را سو را سورة. تقول تقول تقول، نكتبها ت الأولية مشكل بالفتح ت. قو قو لو تقول سورة، تقول سورة هو اسم بنت مؤنث، سورة تقول. يطير يطير يطير، نكتبها ي أولية مشكل بالفتح ط حرف الط، يطير يطير. في البستان في البستان، البستان البستان، نكتبها البو البستان ناقص حرف ني البستان، هذه النون الآخرية اللي مثل الطاسة فوقها نقطة البستان. نقرأ الجملة. الفراش يطير في البستان، الفراش يطير في البستان. يعيش 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 يعيش، مثل ما تلاحظون يعيش هذا حرفنا الجديد، ما ننسى هذا هو يعيش. مع طيوري مع الطيوري الطيوري، لاحظوا حرف الطاء الطيوري فوقه شدة، حرف المشدد معناه كان هذا الحرف متكرر مرتين لكن حذفنا حرف الطاء واحدة من المكررة وعوضنا الشدة الشدة، ومع حركة الضم الطيوري الطيوري ال طي الطيو الطيوري الطيوري، نكتبها الجملة. يعيش مع الطيوري يعيش مع الطيوري. نكمل. للطير للطير لل لل للطي للطير للطير للطير، ماذا يوجد للطي؟ ريش 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 للطير ريش ري ري شن شن، هذا طبعا الحرف آخري وحرف الجديد آخري شكل آخري مع تنوين الضم ريشن ريشن للطير ريشن للطير ريشن. وكلمة للطير أيضا عشن يعني بيت عشن شن، هذا حرف الشي مشكل بتنوين الضم نكتبها سوى عو عو، هذا عين الأولية مشكل بالضم عو عشن عشن عشن، نكتب الجملة للطير عشن
للطير عش، ريش ريش، اكتبها ري ري شن ريش، للطير ريش، للطير ريش. إذن أحبتي التلاميذ، تعرفنا على حرفنا لهذا اليوم، وهو حرف يشبه حرف السين لكن فوقه نقاط، مثل ما تلاحظون فوقه نقاط. الفراش، إذن صوت حرفنا الجديد هو شو، شو مع حركة الضمة، ومثل ما تلاحظون هذا الحرف أتى في آخر الكلمة، إذن نسميه حرف آخري. شين، هذا حرف الشين، اسمه حرف الشين، صوته شو، شو مع حركة الضم، ولكن أتى في هذا درسنا في نهاية الكلمة. دعونا نقرأ الموضوع. الفراش بديع، الفراش بديع. سورة تقول، نقاط التحدث. الفراش يطير في البستان، الفراش يطير في البستان. يعيش مع الطيور، يعيش مع الطيور. للطير ريش، للطير ريش. للطير عش، للطير عش. إذن أحبتي التلاميذ، مثل ما تلاحظون درسنا اليوم هو تعرفنا على حرف الشين، لكن هذا الحرف كان آخرية لأنه أتى في آخر الكلمة. هذا هو حرف الش، صوت ش اسمه شين، حرف الشين، صوت ش مع حركة الفتح اللي هي من الحركات القصيرة، وينطق ش ش، مع حركة الضم ينطق شو شو ش شو، ومع حركة الكسرة ش. مثل ما تلاحظون هذه حركات قصيرة، ا و اي، ش شو ش ش شو ش. انتبهوا، هذا الحرف ش لديه ثلاث ركز، تلاحظون واحد اثنان ثلاث، او اسنان ثلاث اسنان، واحد اثنان ثلاث، ولديه ثلاثة نقاط، ثلاثة نقاط. يشبه حرف السين لكنه فوقه ثلاثة نقاط، وينطق ش مع حركة الفتح، وشو مع حركة الضم، وشي مع حركة الكسرة، شا شو شي. مع حروف المد ينطق شا شا، وشو شا شو شي، شا شو شي، نطق مع حركات مع حروف المد الطويلة حتى صوته يكون طويل، شا شو شي، شا شو شي. إذن أحبتي تعلمنا حرف الشين درسنا اليوم لكن الآخرية، وتعلمنا نطقها مع الحركات القصيرة وحروف المد الطويل. درسنا القادم سنتعلم في الدرس شرطي المرور، نأخذ الشين الأولية وحرف الشين الوسطية. أما اليوم أخذنا هذا الشكل الآخري مع درس الفراش بديع، الفراش بديع. إذن الآن ننتقل إلى الواجب البيتي، كتابة موضوع الفراش بديع مرة في الدفتر، وتبعوا دائما التوثيق اللي يرسل لكم على جروب الفايبر.
أي سؤال عندكم إن شاء الله في الخاص الفايبر. إلى هنا أحبتي التلاميذ، انتهى درسنا لهذا اليوم، انتظروني في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة أحبائي.